بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير. الأربع اللي جاي بنحتفل إن شاء الله بليلة الإسراء والمعراج، ودي فرصة جميلة جدا الحقيقة إن احنا نفتكر مع بعض رحلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة من هذه الرحلة. النهاردة هيكون ضيفنا الشيخ محمود القاضي، هو إمام وخطيب مسجد السيدة زينب. صباح الخير يا فندم. صباح النور. كل سنة وحضرتك طيب مقدما، صحة وسلامة، وكل سنة وكل المصريين طيبين إن شاء الله. أيام جميلة هنعدي بيها الفترة القادمة. قبل ما نتكلم عن الدروس المستفادة، خلينا نتكلم أو تفكرنا برحلة الإسراء والمعراج سريعا كده عشان نفكر بيها الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله عز وجل ذكر رحلة الإسراء والمعراج في موضعين في القرآن الكريم. الموضع الأول هذه الآية، والتي من سورة الإسراء، سمى الله عز وجل هذه السورة بهذه المعجزة الكريمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني في سورة النجم، يقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه المعجزة الكريمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت منحة من الله عز وجل بعد أن كانت هناك محنة للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه، فقد دعا قومه في سنوات كثيرات، لكن القليل من قومه من آمن به صلى الله عليه وسلم. في هذا العام الذي جاءت هذه المنحة الربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عمه أبو طالب، وتوفيت السيدة خديجة رضي الله عنها زوجته التي كانت تناصره وتؤازره وتواسيه وتقف بجواره، كذلك عمه الذي كان يناصره ويؤازره ويواسيه ويقف بجواره مات في هذا العام، لذلك سمي هذا العام بعام الحزن. بعد وفاتهما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وبين الطائف والمدينة ومكة المكرمة حوالي 80 كيلومترات مشاها النبي صلى الله عليه وسلم مشيا على الأقدام، لعله يجد في الطائف من يناصره ويؤازره ويقف بجواره، ولعله يجد أرضا خصبة للدعوة الإسلامية. لكن أهل الطائف للأسف سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم ليلقوه بالحجارة، فكانت هذه من محنة للنبي صلى الله عليه وسلم ضاق بها صدره فلجأ إلى الله عز وجل: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنالك في هذا الوقت العصيب الذي توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويشكو إليه ضعف قوته وقلة حيلته، يناجي ربه وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لربه: يا رب، إن كان هذا الضيق وهذا الإيذاء وهذا السفه من أولئك من جراء غضبك علي فأنا أعتذر إليك يا ربي، وإن كان هذا الأمر ابتلاء واختبارا فإني راض إذا كنت راض عني يا رب، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هنا يأتي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت، لكن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة الإسلامية، رحمته بالسفهاء، رحمته بغير المسلمين، تعلمنا نحن أن نستيقظ في هذه الأيام، يرحم بعضنا بعضا ونتراحم فيما بيننا ونكون متوادين فيما بيننا. هنا تأتي المنحة الربانية وهي رحلة الإسراء والمعراج، فكأن الله عز وجل يقول لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: إن ضاقت بك الأرض يا محمد فمرحبا بك في السماء. فتأتي هذه الرحلة الربانية، يأتي جبريل عليه السلام ومعه دابة دون يعني فوق الحمار ودون البغل، بيضاء اللون، سرعتها يعني أسرع من البرق، لأنها تضع حافرها عند منتهى بصرها. ولذلك لا نستعجب إذا توصل الناس في هذا الزمان وفي هذا العصر إلى وسائل المواصلات السريعة كالطائرات والصواريخ، لأن الله عز وجل يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سبحانه وتعالى خلق هذه الدابة السريعة ليركبها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين في ليلة واحدة، مع أن كفار قريش كانوا يأتون في رحلة الشتاء والصيف، يأتون إلى بيت المقدس إلى أرض الشام في شهر كامل سيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ربه جل جلاله، أتاه بهذه الرحلة الربانية في ليلة وجزء قليل من الليل، لأن الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لم يقل ليلة، لأن الليلة إذا قال ليلة فكأن الرحلة استغرقت الليلة كلها، لكنه قال ليلا أي جزءا من الليل. الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، يصلي ركعتين إماما بالأنبياء جميعا، وهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. نعم، تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام الأنبياء جميعا، إمام المرسلين جميعا صلى الله عليه وسلم. وبعد أن صلى الركعتين وخرج من المسجد، أتاه جبريل بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار اللبن صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: لقد اخترت الفطرة، هديت وهديت أمتك. ثم عرج به إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال له الملائكة: أو قد أوحى الله إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لهم أبواب السماء، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. الحديث يستغرق وقتا طويلا طبعا، لكننا لابد وأن نأخذ الدروس والعبر من هذه الرحلة المباركة. يعني لو استوقفنا عند الحيطة اللي حضرتك كلمت فيها دلوقتي، اللي هي التقاء النبي أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ومظاهر الحب والتقدير اللي ظهرت بينهم، دي أكيد برضو بتعلمنا حاجة. طبعا تعلمنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمم، أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه حبيب الله جل جلاله، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني لما ضاقت به الأرض الله عز وجل فتح له أبواب السماء. نتعلم من هذه الرحلة، رحلة المعراج أيضا، الثبات على المبدأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الليلية في رحلة المعراج رأى ماشطة ابنة فرعون، رأى ماشطة ابنة فرعون التي كانت تمشط شعر ابنة فرعون. دي المشاهد اللي شافها أثناء الرحلة؟ نعم، بعض المشاهد. نعم. هذه الماشطة تعلمنا الثبات على المبدأ، لأنه صلى الله عليه وسلم رآها وهي في يعني في حال
يعني الحال الذي كانت عليه أثناء وجودها في بيت فرعون لما سقطت المشط من شعرها من يديها فوقع على الأرض، فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، من؟ كيف تقولين بسم الله؟ من هو الله؟ فرعون ادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى. فقالت إنني سأخبر أبي. قالت إن هذا الذي هو إن الله هو ربي ورب أبيك. قالت سأخبر أبي، فأخبرت أباها فرعون، فاستغرب على الأمر، كيف تقولين ذلك وأنا الرب، وأنا رب الناس جميعا، أنا ربكم الأعلى. فأراد فرعون أن يعذبها، فأتى لها بإناء فحمي الإناء فسخن الإناء، وكانت لها أبناء يعني جعل يلقي بالأبناء ابنا في هذا الإناء الذي يغلي. فلما جاء موقف الابن الصبي الرضيع الصغير ترددت الأم، خافت على ابنها وترددت، فقال لها الابن الصبي يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا الأمر يذكرنا ويعلمنا الثبات على المبدأ والصبر، مهما ضاقت بنا الأمور لا نتزعزع، مهما ألمت بنا المحن لا نتقلقل، مهما عذبنا ومهما أوزينا ومهما امتحنا في هذه الدنيا يعني لابد أن نصبر ونثبت على مبادئنا. نعم. كذلك يعلمنا هذا يعني هذه تعلمنا هذه الرحلة الربانية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يقول رأيت ليلة أسري بي مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت لجبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده. الرجل اللي بيقول لك اديني لله لو أنت ما عطوش هيديله غيرك، ولو هو كذلك لو أنت ما عطوش هو عنده، بس هو تعود على المسألة، لكن المقترض لا يقترض إلا من حاجة. فلذلك كان القرض أفضل من الصدقة، كان القرض بثمانية عشر حسنة والصدقة بعشر أمثالها. أمور كثيرة رأها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن الصلاة كمان فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا يعلمنا ويذكرنا إذا مرت بنا هذه الذكرى العطرة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج لابد أن نعلم أبناءنا إذا كنا مقصرين معهم في تعليمهم الصلاة، نذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن حق الابن على أبيه أن يعلمه الصلاة. فرضية الصلاة في بداية الأمر في هذه الرحلة الربانية كانت 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة. رجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة وقابل سيدنا موسى عليه السلام، فأخبره بأن الله عز وجل قد فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وده طبعا كان يعني عدد كبير من الصلوات. فسيدنا موسى عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، طلب منه أن يخفف على الصلوات لأن أمتك لا تطيق ذلك. ده أنا كان عندي بني إسرائيل 50 صلاة لأن أمتك لا تطيق ذلك، كان عنده بني إسرائيل وكانوا يراجعونه وكانوا لا يستطيعون القيام بهذه الأعمال، فما زال يراجع ربه حتى جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة. ولكن الله عز وجل من كرمه وعطفه ورحمته جعل الأجر 50 صلاة، فأن الصلاة الواحدة بعشر صلوات، 5 صلوات ب50 صلاة. قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. 5 صلوات ولكن في الأجر 50 صلاة. منح الربانية. نعم. الحقيقة كتير قوي. إذا كان الله عز وجل قد يعني يسر لنا ويسر علينا هذه الصلوات بدل 50 صلاة جعلها 5 صلوات،
انظرين أو انظري إلى الوقت الذي تستغرقه أو يستغرقه أداء الصلاة. صلاة الصبح مثلا ركعتين تستغرق 5 دقائق، الظهر 4 ركعات تستغرق 10 دقائق إذا كنت أؤديها بطمأنينة، العصر كذلك، المغرب كذلك. اضربي 10 دقائق مثلا في 5 صلوات، 50 دقيقة في اليوم والليلة، 24 ساعة هتاخدي منهم 50 دقيقة، يعني مكملين ساعة عبادة ربنا سبحانه وتعالى. فعلام يقصر الإنسان، يقصر الإنسان في ساعة يؤدي شكر الله عز وجل فيها لابد، وهو يعلم أن الصلاة عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال. لنتعلم من هذه الرحلة أن المحن تأتي بعدها منح، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فإذا كانت هناك محن تضيق بنا في هذا الوقت ونحن نبني بلدنا، فسنعلم عما قريب سيأتي الفرج، سيأتي الرزق، لكن علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل باستغفار، بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتسبيح، بالذكر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عايزين نختم الفقرة بدعاء من الشيخ محمود القاضي. أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة، كل سنة وحضرتك طيب، كل المصريين والأمة العربية كلها بخير وسلام إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، عافنا يا ربنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن الجنة لا تحرمنا، أعتق رقابنا من النار، أجرنا من عذاب النار، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسدد الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين، وأزل الغم والهم عن المهمومين والمغمومين. أمين يا رب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بشكرك شيخ محمود القاضي، كان موجود معنا النهاردة، كلامنا عن رحلة الإسراء والمعراج، وهنروح لفاصل نستقبل فقرة جديدة وضيف جديد في المعراج سعيد.